أكون معكم اليوم لتغطية أحداث هذه المباراة. تحياتي محدثكم فارس عوض من كبيرة التعليق، واليوم نلتقي لتغطية مباراة ضمن منافسات ديفيجن رايفلز. في ظل هذه الأجواء الحماسية المثيرة، الكل متحمس هنا لمشاهدة مباراة كبيرة. الفورمة الرائعة عند أصحاب الأرض تجعل الفريق مرشح فوق العادة لتحقيق الانتصار اليوم. مستويات كبيرة منتظرة، والجماهير الحاضرة لم ترضى بغير الفوز. كرة بتروح للمنافس. الآن مشاهدينا تشكيلة الفريق المضيف في هذه المباراة. مايك مينيا في حراسة المرمى، بافار سيلعب إلى جانبي، باستوني في الخط الخلفي، برناردو سيلفا سيبدأ مع سيسوكو في قلب الوسط، وفي الأمام رأسي حربة لزيادة فرص التسجيل في هذه المباراة. والآن نستعرض تشكيلة فريق اليونايتد. تير شتيغن في حراسة المرمى، روبن دياز سيلعب إلى جوار جوناثان تاب في خط الدفاع، دي بروين سيبدأ مع برناردو سيلفا في قلب خط المنتصف، وفي الهجوم هالاند سيبدأ مع هاري كين. كرة عرضية في المنطقة، والآن لم تعد هناك أي خطورة. انظر إلى اللقطة، يستعيد الكرة، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. ممتاز حارس المرمى، تألق وثبات وروح وإصرار، والكرة فيها إمكانيات كبيرة. يا الله، ضاعت الفرصة، كانت قريبة جدا. نعم وصل للكرة، شوف الضربة الرأسية، لكن لم ينجح في وضع الكرة داخل الشباك. حكم المباراة، كرة ثابتة ستنفذ في هذه اللحظات. تمركز يساعد كثيرا في استخلاص الكرة. هذه المشاركة رقم 50 مع الفريق. خطأ مبكر هنا، والحكم يحاول فرض سيطرته بإشارة البطاقة الصفراء من البداية. صارم جدا هذا الحكم، كرت اصفر من بداية اللقاء، واضح بان حكم المباراة ما عنده وقت، ما راح يتفاهم. كرت اصفر قد يحصل عليه اي لاعب في حالة اي تجاوز. الكرة بتتحول الى رقعة تماس. اداما، برناردو سيلفا، تدخل دفاعي قوي وابتكاك لهذه الكرة في المناطق الخلفية. هنا ممكن التسجيل. كرة تقف لحارس المرمى بدون مشاكل. إيرلينغ هالاند، تدخل ناجح في اعتراض الكرة. تورام، كابديفيا. الله على التمريرة، هل تستغل هذه الفرصة؟ اوه، بلوك خيالي، تصويبة افتقدت للقوة، وجدت طريقة إلى حارس المرمى. يفرض أسلوبه، يفرض طريقته، يستحوذ على الكرة. هاري كين يفقد الكرة، مساندة تصل الآن. دي بروين، تحت الضغط ويمسك بالكرة. أليكس إيوبي، الكرة تتجاوز الخط في المباراة. هاري كين، لوب بمهارة رائعة، كرة ترسل باتجاه هالاند، والهدف الأول في المباراة يأتي. لا يمكن الصمود أمام كل هذا الهجوم. أجواء خيالية، احتفالات كبيرة، هدف مستحب بعد ضغط كبير من أجل التسجيل. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء.
برناردو سيلفا. ضاعت السيطرة من الفريق. إيرلينغ هالاند. برناردو سيلفا. دي بروين. يا رب على تصدي خرافي من مايك مينيا. ضربة زاوية لمصلحة يونايتد. أليكس إيوبي. تقدم هجومي هنا، ممكن نشوف فرصة خطيرة. تورام، والكرة تذهب هنا. شاوينغا. شوط أول رائع حتى الآن، الفريق يتحكم في الرتم، يفرض سيطرته على مجريات اللقاء. أداء قوي جدا فوق أرضية الملعب اليوم، سيطرة كبيرة، مستوى رائع خاصة في الناحية الهجومية والتي شهدت تألق كبير واستثمار للفرص المتاحة بشكل جيد، وهو الذي يجعل الفريق في وضعية مريحة الآن بالنسبة للنتيجة. رمي التماس. حلوة من الدفاع، خلصها وافتك الكرة. دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. إذا نهاية مجريات أحداث الشوط الأول، هنا الصافرة النهاية. انطلاق الشوط الثاني للمباراة، الشوط الأول انتهى على نتيجة عريضة لمصلحة يونايتد، والآن ممكن أن يوسع الفارق أكثر. تاكلينج مثالي. يا للتمريرة التي تخترق الدفاعات. كرة تصل لسولشاير. كبيرة في وسط الملعب وكأنه ما في حد يبي يلعب. ووكر. كيفين دي بروين. كرة بتتخلص بعد تحرك ممتاز من اللاعب. شكلت أي خطورة على حارس المرمى. هاري كين. تمريرة رائعة جدا. ويأتي تدخل في توقيت مثالي لهذه الخطورة. يونايتد يبحث عن طريق المرمى. الله الله على هذه الكرة. التصدي تألق كبير من حارس المرمى. يا مجنون كيف تمر عدى فيها في هذه اللقطة. الآن تأتي المساندة. كيفين دي بروين.
هنا اعتراض ناجح لمسار الكرة. عرضية داخل منطقة الجزاء. يفقد الكرة. محاولة كانت لنقل الكرة للجهة الأخرى لكن عالية وقوية لتكمل طريقها إلى خارج الملعب. تحول هنا في الاستحواذ. ولام مع هالاند. شوف التمريرة الجميلة. الدفاع يقطع الطريق. يتصدى للتصويبة. دي بروين. هجوم منظم. تمريره في مكان خطير. حارس المرمى. والحارس يهديهم الكره الان. كيفن دي بروين. الدعم يأتي في هذه اللحظات. يأتي فيها. يتقدم فيها. يجب أن تستغل. مستحيل هذا الهدف. يأتي بثاني. يتسع الفارق لأربعة أهداف. نشوف الإعادة والبينية الجميلة من دي بروين. والتسديدة الرائعة القوية في المرمى. من كان بحارس المرمى إلى جولة خطيرة. هدف يوسع به الفارق. نتيجة ثقيلة جدا. أربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة. الربع ساعة الأخيرة في هذا اللقاء. السيطرة يفقدونها هنا. والآن مع داما تراوري. كرة تخلص بتصدي ممتاز. استخلاص للكرة في مكان خطير. حكم بمشيها ويعطي الأفضلية. هاري كين. يحتسب الحكم لكن الكل ينتظر القرار التأديبي. الحكم يرفع الكرت الأصفر بعد هذا التدخل. أكيد الأفضل هنا بأن ترسل بشكل كرة عرضية داخل المنطقة. سهل الكرة تصل بعد ذلك إلى بيليام. وصلت لسولشاير. والتدخل بقوة هنا. ممتاز التحرك لدعم الهجوم في اللقطة. ترى الحكم يطلب صافرات معلنا وجود حالة تسلل. ست دقائق فقط ويطلق الحكم صافرة النهاية. فرصة هنا هل تستغل؟ كرة في المرمى. الله على المهارة. الله على الدقة. على النهاية في لعب كرة لوب بهذه الطريقة. وهنا إعادة الهدف. حارس المرمى ما كان عنده فرصة مع غياب الدفاع في هذا المشهد وتواجد كثرة عددية أمامه. لحظات أخيرة نشاهدها. النتيجة من الصعب بل من المستحيل أن تتغير في هذا التوقيت. حلوة من الدفاع. خلصها وافتك الكرة.
مرتاح لاستمرار اللعب بالرغم من وجود خطأ. بينية متقنة. حارس المرمى يبعد عن المرمى. دقيقة واحدة مشاهدينا كوقت بدل ضايع. الآن تأتي المساندة. كرة تخترق الدفاع. ضربت العارضة لكن اللعب مستمر.